بسم الله الرحمن الرحيم. زمان الطيبين تعتبر القهوة هي رمز للضيافة والكرم، ويدين لتاريخ القهوة العربي القهوة العربية كاملة، فهي اكتشفت في الحبشة واليمن في أواخر القرن الثالث عشر كمشروب، أما اكتشافها في السابق فكانت تذكر في عند ابن سينا في يدخلها في أدوية، كان بس شجرة ما كمشروب، فأدوية كان يدخلها مثل التخدير ومثل غيره، حتى يا في القرن الحادي عشر الطبيب الرازي وطور القهوة كعلاج، يدخلها في أدوية تركيبات، ولحد الآن في ألمانيا يستخدمون هاي النظرية اللي هو ابن سينا والطبيب الرازي في تدخيلها في الأدوية. أما كمشروب فهي في أواخر القرن الثالث عشر في الحبشة واليمن، وانتشرت في القرن الرابع عشر في شبه الجزيرة العربية والدول العربية كمشروب، حتى يا الأتراك ونقلوها إلى تركيا في القرن الخامس عشر، فسموا قهوتهم التركيش كوف، وبعد 100 سنة تقريبا وصلت إلى إيطاليا وسووا قهوتهم اللي هي كابتشينو، ومنها انتقلت إلى أوروبا، ومن أوروبا إلى أنحاء العالم، وحاليا 70 دولة اللي تصدر القهوة، ويعتبر ثاني منظمة بعد البترول من ناحية التصدير والاستهلاك الآدمي. هذا بالنسبة لتاريخ القهوة العربية. القهوة الإماراتية، إذا جينا للقهوة الإماراتية فكانت الدلال اللي تداول عندنا طبعا نحاسية بما تشوفون، تقريبا 7 إلى 8 دلات متواجدة عند الناس، أو هذا اللي هي الرسلان زي ما تشوفون، وكذلك الدلة الحساوية والدلة البغدادية والدلة الصلاحية، بالأضافة إلى دلة الإمارات اللي موجودة على الدرهم الإماراتي، وهذه والسمة، والسمة طال عمركم الدلة الفلاحية، وضعت على الدرهم الإماراتي لأنها لها رمز ولها تاريخ، يقال أن زايد الأول اهدي له دلة من جماعته على هذا الشكل، فاعتمدها وقام يصنع منها ويوزعها إلى رعيته وشعبه. هذه الدلالة اللي كانت تداول. فلو جينا الدلالة يقول: ألا يا فاهم معنى المقال، مقال مختصر عن كل دلة، دلال البن ما لها مثال، لها عند العرب شان ومحله، يدور البن في كل احتفال، وذربين الفعائل تحتفل له، عن دلال الضيافة لا تسال، إذا تبغي بي بالشرح كله، 3 دلال معنى بالكمال، وانا حاضر بسمي كل دلة، ترى اللقمة رئيسة في الدلال، وتتليها الخمرة والمزلة، تنوع ذوقها في كل حال، وراعي الكيف مطلوبة يدلة، حد يفضل عليها يغيب فال، وحد الزعفران إذا حصل له، وارجو السبحان في شرح المقال إذا أخطيت ولا يا تزلة، وسلامتكم. بالنسبة بما تشوفون عندنا في الموقد أو عند شبة النار بتشوفوا 3 دلات. في السابق طبعا مش كل الناس يملكون 3 دلات، كل شخص على مقدوره، يمكن تكون عنده دلة واحدة أو دلتين، وأما كبار القوم والشيوخ والتجار تشوف عندهم 3 دلات. ليش؟ لأن ضيوفهم كثير فيحتاجوا للـ3 دلات ذي. الدلة في واحدة يطبخون عليها قهوة، والدلة يخمرون فيها القهوة، ودلة كمزلة، لذلك دائما تكون اللقمة، اللقمة أو التلقيمة اللي يلقمون فيها، اللي يطبخون فيها القهوة يسموها التلقيمة أو اللقمة، على حسب مناطق، من منطقة لمنطقة يختلف الاسم. الكبيرة خمرة، ليش يسموها خمرة؟ من أجيب لكم موضوعها. والصغيرة المزلة، المزلة على أساس يصفون فيها القهوة في من التلقيمة في المزلة ويقدموها للضيوف. طيب قال الخمرة، في الخمرة نوعين، الخمرة حد يستخدم فيها لما يزيد عنهم القهوة يصبونها في الخمرة وتتم دائما على النار، وفي ناس لا مثل الشيوخ وكبار القوم يخلوا فيها الماء الحار الساخن جاهز
وهذا ليش؟ لأنه لو خلصت القهوة من التلقيمة ومن المزلة وضيوف للشوخ رايحين وجايين، فالماي الساخن جاهز، أول ما وصل هذا صبوا لها الماي الحار وسووا قهوتهم من جديد. بعد الناس الضيوف يسلمون على الشيوخ، وبعد ما يسلمون على الشيوخ بعدهم ما خلصوا سلامهم إلا القهوة جاهزة. لذلك سميت الخمرة والمزلة يقدموها للضيوف. هذا بالنسبة للدلال. هناك للدلال عند العرب وعند كل الأماراتيين في رموز لهم ومتعارف عليها. هذه الدلة تكون موجودة على شبة النار، يحطون فنجان على الدلة بما تشوفون. إذا صاحب البيت ما موجود، الموقد ما موجود والنار دايم شابة، دايم الموقد جاهز، حطبه موجود واليمن موجود وكل شيء، فيحطون، لأن هالدلات النحاسية طبعا ما تشال زي الدلال الحين البرادات. الدلال اللي موجود متوفر عندنا ما كانت عندهم غير هالنحاسية، فإذا ما كانت على النار بتكون باردة. فلذلك بتشوف محط دلته ومحط الفنيان عليها، معناته أنا ما موجود، ويا مرحبا بالضيف اللي هي صلح قهوتك وتقهوي وبيتابع. طيب أنا مش موجود وانت تابع، سوى قهوتك وتقهوي خلاص. هذا عندهم مجلس مرة على الطريق، والناس القوافلتي بيشوف، إذا ما حصل على البيت بيشوف الفنيان عدلة، معناته يقول له تفضل يا حياك الله، صلح قهوتك وتقهوي وربي يحفظك، أنا في الطريق أو أنا ما موجودة حاليا لكن إن شاء الله بيجي. هذه بالنسبة للفنيان. ولكن لو وضع الفنيان مع سكين، حطاه سكين عنده، هذا معناته يا مرحبا بك تفضل صلح قهوتك وتقهوي، وبعد ما تقهوي اذبح ذبيحة، شيل السكين واذبح ذبيحة من الحلال المتواجد عند البيت، ولما تذبحها عطل رعية البيت حرمة البيت أو المعزبة اللي موجودة، وبتصلح غداك إذا وقت غدا وإذا عشاء عشاء. ولكن لو يا الضيف وحصل الدلة كذا مقلوبة على شبة النار، معناته القهوة خلصت عنه، راعي البيت خلاص ما عنده قهوة، لأن القهوة كانت شحيحة يجيبوها من السوق، السوق يبالي أسبوع لين يوصله، فياب القهوة عنده وخلصت، فبيخلي دلالة موجودة وبيخلي الدلة مقلوبة زي كذا. هذا متعارف عليه عند كل القبائل العربية، أن الرجال تراه مسموح ما عنده قهوة وقالب الدلة. هذه من العادات والتقاليد اللي زمان أيام زمان. معامل القهوة تكون من دلال ومن التاوة والمحماس، هاي التاوة وهذا المحماس اللي يحمسون فيه، في بعض الدول العربية تسميه كامل هذا محماس، كذلك المنحاز والمدق أو الإرشاد، وكذلك الفنايين. الفنايين هذه هي معامل كاملة، طبعا يتكون الموقد أو عند شبة النار الفحم الحطب وما تشوفون. إذا جينا كيفية أعداد القهوة، طبعا بعد جلب القهوة من السوق المحلي نجيبها، فنجي نحمسها، ومن الحمس دائما في بالاسم المحلي التاوة والمحماس. زين، نضع القهوة بعد ما جبناها من السوق المحلي ووضعناها حطيناها، جينا حمسناها على نار تكون دائما هادية بهالطريقة. كذا الحين القهوة حمسناها زي ما تشوفون. بعد حمسة نجي مبردة، نبرد القهوة، يا يكون عندك من زي الصحن هذا معمول من سعف النخيل. انزين، ننظفها
ننظف القهوة الحين من إذا كان وحدة ما مستوية نرميها زين، وإذا وحدة محترقة محروقة زيادة نفس الشيء نرميها. فننظفها بعد تنظيفها نحطيها في المنحاز. المنحاز طبعا اسم المحلي منحاز، وهذا ارشاد مشان ننعمها ونطحنها. حد يسميه ارشاد وحد يسميه مدق، وهو نفس الاسم بس من منطقه لمنطقه يختلف الاسامي. بعد ما نظفنا القهوه حطيناها في المنحاز، وندقها. هنا الدق كل ما دق الشخص للصوت هذا عندهم متعارفين عليه، الصوت هذا معناته اذا جيران، لان القهوه شحيحه عندهم ويمكن البيوت سته او سبعه مع بعض الحاره والبيوت اللي متواجدين فيها. فبدل ما كلهم يسوون قهوه وانا سويت قهوه خلاص انا اقول لهم يا حياكم الله، لا تسوي قهوه يا حياكم تفضلوا عندي، يناديهم بهالصوت. كل ما يناديهم بهالصوت معناته فلان سوى قهوه، يعرفون يسمعون انه يدق قهوه، خلاص احنا ما لازم نسوي، ما نروح نتقهوى عند جارنا. متفاهمين عليه هذا اساس ما تخلص القهوه عنهم، لانه السوق بعيد عنهم خاصه البدو ولا سكان اليبال على طول. ها بعد ما دقينا القهوة طحناها وصارت ناعمة زي ما تشوفونها، ها بعد ما جهزناها إذا الدلة جاهزة على طول نلقم الدلة، سوى تلقمها فنيان يمكن تجيب لك فنيان وتسوي وتلقم الدلة زي ما ها. لقمنا الدلة جهزناها، هالحين نخليها شوية على النار حتى تغلي. بعد ما صفت الدلة نزلها وين؟ نزلها في الدلة المزلة، هاي اللقمة تلقيمة نزلها ها. بعد ما صفينا القهوة المزلة من اللقمة تكون جاهزة لتقديمها للضيوف. من الأداب دائما القهوة جاهز ويحرك فنايينه بهالطريقة، حتى راعي البيت يقول له تفضل قدم القهوة. هناك تقديم القهوة لمنو؟ لأكبر شخص موجود، سوى وظيفة أو كبر سن. فدائما القهوة تعطي منو؟ كبير القوم. كبير القوم يا أميرهم يا شيخهم يا أكبرهم سنا. فدائما إذا كان موجودين ستة أو سبعة وكبيرهم في الوسط على طول القهوة تقدمها، على طول تصب فنيان وتقدمها إلى كبير القوم. بعدها الفنيان الثاني يكون على يمينه، يمين المقهوي ويسار الشيخ حتى يخلص، ويرجع بعدين يعطي على يمين الشيخ حتى يخلص الباقيين.
هذا بالنسبة لهذا. هناك من الأداب المتعارف عليها يقول لك فنيان الأول للضيف وفنيان الثاني للكيف وفنيان الثالث للسيف. هذه لها قصة، وقصته يقول لك هناك أحد الشيوخ أو الأمراء رايح للتجارة، ورايح للتجارة جاهم ليل، طبعاً رايحين على جمال وعلى خيولهم وهذا، فلما جاهم الليل استراحوا وبيناموا، فلما ناموا ينامون انتبه أمير القافلة أو الشيخ، انتبه شاف نور من بعيد، فاستأذن ربعه أنه بيروح، بس ما قال لهم عن النور، فهم يفكرونه رايح لتكرمه، منقول الحمام الحين يقولون، لكن احنا نقول الخلاء، راح الخلاء يفكرونه. زين، وراح سيده على النور، فيا لما يا عند راعي النور هود، قال هود، قال هدى وقربه عنده في بيته، وثار وصب له قهوه الفنيان الاول وشربه، والثاني وشربه، الثالث ما شربه. يوم صب له الثالث قال لا، انا جاي للتجاره وليس للحرب. معناته الفنيان الثالث يدل على الشجاعه والقوه والفروسيه، وكذلك يدل انه عليه عند بيني وبين الشخص اللي شربت قهوه عنده عيش وملح، خلاص اذا شرب الثالث معناته ملزوم به حرصه، لانه كان في خوف وفي هذا هذا. حتى لو عدوي اخوي جاي بعداوة بينه وبين هالشخص، أنا بوقف ضد أخوي أحمي هذا لأني شربت عنده الفنيان الثالث. فالفنيان الثالث يدل قلت لكم على الفروسية والقوة وهذا، بس شرط، مو بشرط يشرب ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة قهوة، مو بشرط، يعني يقدر يشرب، بس أول شيء الفنيان الأول والثاني، الثالث مسموح يشرب فيه. شرب الثالث وخلاص يوقفه. هناك عندهم أداب متعارف عليها، إذا الشخص شرب قهوته، شرب وهو بس يكتفي، يقول بس، يهز فنيان ويقدمه له، معناته خلاص الرجال اكتفى من القهوة. ولكن إذا ما رجع علي الفنيان أصب له وأعطيه حتى يكتفي ويقول لي بس. هذا من الأداب متعارف عليها. كذلك قصص كثيرة للقهوة، منها لو واحد عنده مشكلة من قبيلة لقبيلة، أو حتى لو جيران بينهم مشكلة وصار بينهم طتشة وزعل أو كل شيء، فراحوا لشيخ القبيلة وقالوا له سلموا عليه، قال هذا يقول له أنا ويا فلان صار بيننا خصم بيننا كذا، فأيجي شيخ القبيلة ويصلحهم. فلما يجي الشيخ القبيلة ويجلس عند المتخاصمين، بيصب له راعي البيت قهوة، بيعطيه الفنيان ما بيشرب الفنيان، أو بيمسك الفنيان وبينزله في الأرض، بينزله في الأرض، بيقول له خير، بيقول له لي طلب، قال له طلبك مجاب، اشرب فنيانك، طلبك مجاب اشرب فنيانك. فلما يشرب فنيان يقول له أنت وفلان متخاصمين على الطريقة ذي. مثال، كان واحد ولد يبي يتزوج بنت عمه، وعمه ماخذ من الولد ما يبغي يزويه، ماخذ منه، كان طايج وهو صغير، فقال له يا خطب بنت عمه، ما وافق عمه. اليوم مرة الأولى ومرة الثانية ومرة الثالثة، راح الولد لأن شيخ القبيلة وقال له كذا كذا، أنا أبغي بنت عمي، وعمي ما طايع، كل ما يجي ما يوافق، قال له نسير وياك. يو عند العم وضيفهم وصب قهوة على شيخ القبيلة، وشيخ القبيلة مسك الفنيان نزله في الأرض، قال له خير، قال له لي طلب، قال له طلبك مجاب، فارق طيب اشرب فنيانك، شرب فنيانه. وبعد ما شرب فنيانه قال له أبويا هذا ود أخوك يبى بنتك، قال له تم خلاص حل المشكلة، حل المشكلة بفنيان. هناك يقول لك فنيان القهوة يحل مشاكل كثيرة حتى بين قبيلة وقبيلة.
بعد ما تقهوية طبعا جماعة وخلصوا وكل شيء يتخبرهم راعي البيت يقول لهم يا حي العلوم، يجيبوا له العلوم ويجيبوا له الأخبار وكل شيء يتخبرهم ويتخبروه. وعقب عاد كان عندهم رمسة، وبعدين يمكن المقهوي يقهويهم بعد الأخبار، وبعد هذا قهوة مرة ثانية. هذه من الأداب اللي متعارف عليها. بالنسبة للحمس، هناك ثلاث حمسات. الحمسة الأولى شقرة، ما يحمسونها كثير مثل أخواننا في السعودية والكويت وقطر بعض دول الخليج، وكذلك الحمس اللي هو الحمس الإماراتي اللي هي وسط، لا هي محروقة ولا هي شقرة. وهناك الحمسة الثالثة اللي هي القهوة محروقة زيادة السوداء مثل في تركيا والدول بعض الدول العربية وكذلك في أوروبا والعالم. هذا بالنسبة للحمس، ثلاث: شقرة، وسط، سوداء. ثلاث حمسات للقهوة. طبعا هناك القهوة تنشرب سادة وتنشرب بقناد، والقناد هو الهيل والزعفران، ومنهم حتى يحط المسمار اللي هو العويدي، وكذلك يحطون الماي ورد يعني. لكن هذه الاضافات هذه مزاج، حسب مزاج المنطقه، حسب مزاج الشخص اللي يسوي القهوه. القهوه كل ما اضفت لها شيء هذا مزاج عندك انت، لك مزاج خاص. منها قلنا الهيل، والهيل دائما كلكم تعرفوا الهيل، الهيل حب الهيل، فيحطون حبة أو حبتين في الدلة اللي هذا اللي يحب الهيل، ويمكن يحط هيل وزعفران، ويمكن يحط أضافات أخرى حسب مزاجه. هذه بالنسبة اللي يسموه قناد الدلة. طبعا هناك في قناد للهوالة كامل، الهوالة كامل يمكن عندك من كل أكل فواكه، وعندك الحلويات اللي مثل الخبيص والهريس وهذا غير ذلك. هذا ليها قناد، وقنادها التمر. إذا ما موجود في الفوالة التمر معناته قهوتك ناقصة، فهذاك يسموه قناد الفوالة، وهذا اللي قلناه عنكم الهيل، وهذا قناد الدلة. وفي النهاية نهديكم هذه القصيدة، يقول: يبتل حبر يبتل قلم، وخطيت بيت فوق بيت، بكتب مقال محترم عن القهوة يوم ابتديت، رمز الضيافة والكرم، تاريخ عن أصلش قريت، يا القهوة اسمش علم في كل دولة وكل بيت، فيها من أمثال الحكم، وتحل أمرك كان ريت، فنيان ضيف محتجم، وفنيان كيف إذا بغيت، وفنيان سيف وفيه دم، إذا عن الثالث خذيت، وفنيانها ما له طعم، إن ما حمست ولا قليت، وفنيانها كلمة نعم، من تاخذها بعت وجريت، هذه أمثالي واستلم، لما سمعت ولا دريت، بوصيك غنم واغتنم، عند العرب خبرة وصيت، يا القهوة حكمي لزم، وأنا على حكمش مشيت، وسلامتكم.